انطلاقا من الدور التدريبي والارشادي، قام معهد بحوث الصحه الحيوانيه بسوهاج بعقد ندوه علميه ارشاديه ضمن المبادره الرئاسيه مصر خاليه من السعار 2030، وذلك بمركز اعلام سوهاج في حضور عدد كبير تحت عنوان نحو استراتيجيه واضحه للقضاء على السعار. وقد تفاعل الحضور مع المعلومات العلميه وادوات العرض المختلفه من عرض البيانات والفيديوهات، وتم الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. هو اولا احنا تعودنا في الشغل بتاعنا اللي هو يختص بمجال التوعيه والتوجيه والارشاد ان احنا بنختار موضوعات تمس المواطن في محافظه سوهاج سواء في القريه او في المدينه، ذكور اناث، يعني كل ما يختص او ما يهم فئات المجتمع. كان لنا قعده عمل كده ما بيني وبين المسؤولين في معهد البحوث الحيوانيه، نختار موضوع يناسب المجتمع، فهم تم الاتفاق على موضوع اللي هو موضوع السعار، اللي هو المرض اللي بينتشر من، على فكرة هو مش من الكلاب بس، بينتشر بأكتر من نوع من أنواع الحيوانات منها الوطاويط والجمال والحمير وكل من هذه الفئات. فبالتأكيد لأن اتضح من البيانات والأرقام اللي هم نشروها أو بلغوها لجمهور الحاضرين إن السنة اللي فاتت تقريبا أكتر من 55 حالة وفاة بسبب انتشار هذا المرض، فإن شاء الله دي هيكون مقدمة لسلسلة من الندوات تختص بالتوعية في مجال بحوث الصحة الحيوانية. نلاحظ في الفترة الأخيرة أن نسبة العقر زادت تقريبا الست شهور اللي فاتوا من 2022 كان ضعف الإصابة في 2021 من نسبة العقر، فده لاحظنا الموضوع ده في معهد البحوث الحيوانية، فحبينا ننبه الناس أنه المرض ده خطير فتاك قاتل، إزاي تحمي نفسك وتحمي أسرتك منه، إزاي تتعامل مع الإصابة مجرد ما في حد حيوان غريب كلب او قطه او اي نوع غريب خربشك او هجمك بطريقه مفاجئه، تعمل اجراءات الوقايه ازاي، تروح المستشفى امتى، المتوقع تحصل على خدمه في المستشفى ازاي، ازاي لو انت عندك كلاب اليفه او قطط اليفه ازاي تحميها، ازاي تحصنها عشان ما تصابش بهذا المرض. طب جمهور النهارده المستهدفين داخل المركز الاعلام، يعني حضرتك تقول لي يعني هل هم من داخل المعهد او جمهور مواطنين عاديين؟ لا، الجمهور مواطنين عاديين، طبعا في بعض زمايلنا في المعهد بيقوموا بالالقاء، في بعض المعهد حضور، ولكن معظم الحضور من جهات مختلفه جدا من المحافظه، توعيه في ناس من الطب البيطري، في ناس من القوى العامله، في ناس من التربيه والتعليم، وكل واحد هيبقى سفير عن الندوه دي في جهه عمله، هيروح ينقل هذه المعلومات لجهة عمله ويتعامل مع الأسر اللي بيتعامل معها ويحكي لهم على الندوة وازاي استفاد بها علميا وازاي يحمي نفسه ويحمي أسرته ويحمي المحيطين به. مرض السعار للأسف لا علاج له، يعني من الأمراض اللي ملهاش علاج، مجرد ما ظهرت الأعراض على الحيوان أو الإنسان للأسف بتبقى الحالة يعني صعب علاجها ومش موجود علاج لها أساسا يعني، ولكن كل ما يمكن فعله هو الوقاية من تطور المرض من وقت حدوث العضة. طبعا انا الوقايه دي بتتم ان انا بغسل الجرح فورا، مجرد حدوث العضة بيغسل الجرح فورا بالماء وبالصابون ان امكن وجود مطهرات تمام. طبعا الغسيل ده بيستمر لمده 15 دقيقه وبعد كده بيتم اخذ اللقاحات اللازمه. اللقاح في الانسان بيكون 5 جرعات في اليوم الاول من حدوث العضه، وفي اليوم الثالث واليوم السابع واليوم ال14 واليوم ال28 من حدوث العضه. هو اولا الاستفاده تكمن في الجانب الشخصي والجانب المهني او بوجه عام نشر الثقافه الطبية في المحيط اللي أنا عايش فيه اللي هي الأسرة. أولا بالنسبة للجانب الشخصي إن أنا يبقى عندي معلومات كافية إن أنا أقدر أواجه مرض زي السعار أو انتقال فيروس زي فيروس السعار، وأقدر أتجنب الحيوانات اللي ممكن تنقل لي هذا الفيروس. على المستوى المهني إني أنا أقدر أوصل لأكبر قدر ممكن من الزملاء المعلومات الكافية اللي هي يعني تعافيهم من ان هم ممكن يتعرضوا لانتقال فيروس مثل فيروس السعار، وخاصة كلنا بنواجه احيانا كلاب ضالة او قطط ضالة في الشوارع يعني. اما على المستوى الاسري فانا من خلال المعلومات اللي انا اكتسبتها من الندوة او المؤتمر هنا اقدر على الاقل اثقف اولادي ما تتعرضوش لاي حيوانات ضالة، ما تحاولش انك انت تتعامل معاه باي شكل من الاشكال يعني.
نحو استراتيجية واضحة للقضاء على السعار، تم عقد ندوة داخل مركز الإعلام بمحافظة سوهاج بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية. كنت معكم نجوى سيف النصر، طيبة.